بسم الله. في حاجة صغيرة خالص بس لو اتعلمتها هتعدي في الريفت، ألا وهي التعديل في الفاميلي. ده يعتبر فاميلي، ده فاميلي، ده فاميلي، فلما بقدر أعدل فيها بتديني إمكانيات حلوة جدا. هقف مثلا على التكست دوت وأعدل فيه، يعني كلمة 62 والرقم ده أنا مش عايزه، أنا عايز بس يقول لي كام لتر بير سكند، مش عايز يديني الرقم. أجي هنا وأقول له إيديت فاميلي، فبيقول لي عايز تفتح التاكسي ديت عشان تعملها ايديت. اه عايز. ايه المشكلة؟ هنخاف. تمام، دخلنا على بيئة قريبة من البيئة اللي احنا كنا بنشتغل في الاوتوكاد ساعة لما كنا بنعدل البلوك. تمام، هاجي على 23 ديت واقول له ديليت. ممكن اجي على الخط دوت واقول له ديليت. دلوقتي اللي بقى ايه هي الكلمة دي بس. تمام خلاص، بقول له لود انتو بروجكت، حمل الفاميلي الجديد دوت في المشروع دوت. بقول له اه ماشي، اوفر فلوز، يعني غير القيمه اللي موجوده حاليا. خلاص زي ما احنا شفنا في ثانيه واحده راح معدل لي الفاميلي في المشروع كله. بنفس الطريقه ممكن ادخل في الفاميلي ديت اعدل فيها حاجه، ازود فيها حاجه زي ما انا عايز. عمرو سليم.